سيب بسوق يا ورد. دكتور انا عايز اشوف الاوضه اللي فيها البلكونه اللي بتبص على الشجره. اتفضل. لا 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 انا لا عايزك ولا عايز اي حد يمسك ولا يلمس ولا ينظف اي حاجه لغايه ما الجماعه تيجي. جماعه مين؟ لا قدر الله المعمل الجنائي. طيب بس انا طلعت ونزلت كذا مره اكيد لمست حاجات غصب عني يعني. دي مش مشكله هم عارفين بيعملوا ايه وهياخدوا بالهم منها. ممكن نطلع؟ اتفضل. شكرا. لا سوري. هي الاوضه اللي فوق دي بتاعت مين؟ بتاعت الضيوف بس احنا ما جبناش حد يعني. بس غالبا بتقعد فيها حمادي لما بتجي. ازيك يا دكتور وليد؟ تمام يا برنس. اول مره الواحد يشوفك الصبح. اخبارها ايه؟ والله جسمها الخارجي سليم ما فيهوش حاجه، حتى ما فيش كدمه تمشي مع الخطه اللي انت بتقول عليها دي. شو قلت لك؟ جنيه. تلاقي العربيه اللي اتعورت، ما تروح تكشف عليها. انا ما كملتش كلامي على فكره. عموما انا شاكك ان عندها نزيف داخلي، لازم تتنقل للمستشفى وتتحط تحت الملاحظه 48 ساعه. انتهى بليلك؟ واحده مخبوطه على الطريق السريع تقول لي مستشفى وخرا. ماشي بس انا بقول لك احتمال تموت. ما تغير 60 دقايق. بس برضه مش يكون حرام في ايديك ان انت تنقذها وما تنقذهاش. بيقول لك حرام. والقمار مش حرام؟ الفلوس اللي ليا عندك مش حرام؟ اكتب لي شيك يا اخويا وانا اشتري النزاهه اللي انت بتاعتك دي. قلت ايه يا شيك؟ قلنا نبلع لك الزلط يا برنس. طب خلاص صرف نفسك. طب اب بورقه بقى. من ام كام يا خفيف. يا عم ورقه اكتب لك على حقن وعلاج وهي ونصيبها بقى. تجبر لها رجليها دلوقتي. هجيب لك اللازم. ليه؟ ليه؟ هو ليه ليه؟ عشان تفضل مرميه في السرير لغايه ما اعرف حكايتها ايه؟ اتصرف يلا روح هات جبسك وحاجتك يلا حبيبي يلا. حاضر يا ريس. حاضر. طلعتني من اني ضيقه انت؟ ايه
ما يزنقك ابدا يا معلم بحر يا ساتر الولايه. كنت قاعده يا اخويا ولا في بالي، غفلت مفيش، جيت قايمه لقيت روحي متشعلقه الشعلقه الهباب دي. تلاقيها يا اخويا البت ماريا اللي بتقعد مربعه وتعزم دي، بس تعزم عليا انا؟ ما هي طول ما البت دي قاعده القعده دي. تسلم لي يا امير، شوف تعب روحك ازاي، نزلني ضغط. اصل انا كنت رايحه للبرنس كان سالف مني 100 دولار، مش انت هتجيب لي حق يا بحر؟ يا بحر اخس عليك يا بحر، الله يحرق امك يا بعيد انت واللي مشغلك. يا ضيوف اتفضل سنتك. غير سعادتك دي بقى بتخنق منها يا راجل، اسمي سيف. تمام؟ دكتور محتاج اتكلم معاك دغري وبصراحه. انت لقيت حاجه عن اسم عزت ده؟ لا مش ده قصدي. مش فاهم عايز تقول ايه؟ هقول لك بعدين، بس انا الاول عايز اشوف اوضه النوم لو سمحت. اتفضل. تمام؟ شكرا. دكتور انا عايز ابص على الاوضه لوحدي. ليه؟ مفيش اي حاجه معينه، دي الاجراءات الطبيعيه. لا على اساس ان انا متهم طبعا. لا مشتبه فيه. واحد من المشتبه فيهم. شوف يا دكتور انا قلت لك ان هبقى دغري وصريح معاك، صح؟ تمام. دلوقتي انا جاي هنا بطريقه مش رسميه. جاي بتوصيه من الرؤساء بتوعي. حتى لو انا عايز افتش لازم يبقى في اذن نيابه، او في حاله واحده تانيه بس. اللي هي ايه؟ انك توافقني اني افتش. انا هعمل اي حاجه عشان ارجع مراتي بيها. جميل جدا، بس لازم تبقى عارف لو اذنت لي اني افتش هيبقى موافقتك وطلب منك. وهتمضي لي على اقرار بالتفتيش. بس لازم ابقى صريح معاك. اي ادله هلاقيها بتدينك هتستخدم ضدك. بس لازم تبقى عارف يا دكتور ان كل ثانيه وكل دقيقه ضايعه ضايعه من مصلحه مراتك وابنك. فده قرارك، حاجه ترجع لك. انا قلت لك ما تخرجش من اوضتك الا بعد ما الضيوف يمشوا. صح ولا لا؟ حضرتك عايز نجيلك على حاجه دلوقتي؟ لا مش دلوقتي. هي الاوضه فين؟ يمين في الوش. تمام. انت عارفه ان ماما كلمتني وقالت انها هتتاخر النهارده؟ ازاي؟ انا اتصلت بيها لقيت تليفونها مقفول. عشان تليفونها في الشاحن. كلمتني من تليفون تاني. خش اوضتك. فوقي بقى وريني كده، معكيش بطاقة أي فلوس أي حاجة تثبت شخصيتك. أنت إيه بنتي لقيطة؟ قومي كده يا ماما كده وريني كده نفسك. خواجة أنت مثلا ولا إيه؟ مناخيري من منمنمة دي أسبانيا. جراسيا جراسيا ولا فرنساوية من أصل مغربي؟ ها؟ كومون سافا؟ كومون سافا؟ جو مابيل فارس، كومون تتابيل؟ تيو تريبيل؟ بس حلو، مبخت انت فارس. طب نامي. نامي، لما تفوق هنعرف انت مين. يا بحر! الو ايه الاخبار؟ انت طلعت بحاجه؟ يخلص بقى اديني ساعه كمان. لا نص ساعه مش اكتر. انت اللي بتعمله لغايه دلوقتي مش رسمي يا فندي. نص ساعه وتطلع انت وكل المجموعه من هناك.
كده عملنا الواجب عشان نرضي زبون. معقولة يا سيادة العميد؟ اخلص يا سيف. انت تبعك ايه طيب؟ مش راجع. الله يطمنك. الله يطمنك. انت اساسا ما بتتسألش في حاجة اصلا. انت بني ادم بتشك في كل حاجة من ساعة ما اتولدت يا ابني. وبطلع صح. اه للأسف. طب قول لي بقى، بمزاجها ولا انت شاكك في جوزها؟ شوف انا حاليا مش مقدرش ان انا ابقى مقتنع 100% لاني ما عنديش احساس قوي. والنبي يا اخويا ما تفرد الحبل لاحساسك ده قوي كده. هو جوزها مش مقل وفي حاجه كده مش عارف هي ايه بالظبط، بس مش مريحاني وبصراحه بيفكر في اجاباته زياده عن اللزوم ومتماسك جدا في كل حاجه بيقولها وده محيرني، بس ممكن دي تكون طبيعته. ما هو احنا برضو المفروض ما نتسرعش في حكمنا على الناس يعني كده. بس بص بقى، انا عايز بس تفصيله صغيره، هو مهموم ولا لا؟ دي اللي ممكن تبقى علامه لينا. لا مهموم بطريقته. طريقته ما ينفعش انك تقولها بسيطه سهله كده مفهومه. ايه يا ريس؟ مهموم دي. معلش يا ريس، انت عارف انا ما اتاخرش عنك والله، بس هعمل ايه؟ طيب يلا، عشان فاضل لك تلت ساعة تقريبا. يا رب. ألف حمد لله على السلامة. مالك؟ أنت مخدودة مني؟ ده أنا اللي أنقذتك. مش أعرف أنا اللي أنقذتك. ده انا شفت الاهوال عشان اعرف اطلع بيكي. بوليس ايه وهجمت ايه؟ ده كانوا عايزين يخطفوكي، ده غير الديابه وفرد الخرطوش وعلي وانا علي. يا شيخ ده انا اتوهمت والله العظيم اتوهمت. شفت المسخيط قاعدين يجروا قدام العربيه. العربيه اللي انت طلعتي لي قدامها كده طب ارتاحي. ارتاحي، انا مش عايز اقلقك ولا اخوفك. بالعكس انا عايز احسسك ان انت بامان. طول ما انت معايا انت في امان. عايز اشرب. ايه؟ عايز اشرب. ألف حمد لله على السلامة، بتكلمي مصري كمان. حالاً حالاً فريرة. فريرة. اتفضلي. اشربي دماغ نضيفة. ما تخافيش. أهو بصي. شوربة العدس. أنا أفشخ واحد عامل شوربة عدس. بعملها بحب، بأحاسيس، بحتة من قلبي. أنت مين؟ أنا اللي عامل لك شوربة العدس. أنت مين؟ أنا اللي هشرب الشوربة. والله انا ابن حلال. قلبي من جوه كان حاسس ان في حاجات مشتركه بيننا وبين بعض. اسمك ايه؟ ما عادش حد يمسك بسوء يا ورد. ورد. ورد؟ انا ورد. طبعا ورد. ورد بلدي كمان. ممكن ميه تاني؟ نهر. نهر ما يمسهوش بشر. انت عطشانه قوي. طب كفايه عشان ما تتعبيش. كفايه. يا حبيبي كان زمان طلعت الورد في اوان. ايه ده؟ ايه ده يا ايه ده؟ دي كبيرة يا ورد.
الورد على جراح القلب، فبكت الورود من ألام الذكريات. الله الله، ده الكلام ده لازم يتكتب حالا لاني كنت نسي. سكت ماء ريحه كرفس، هو بعينه ورد وكمون وجنزبيل كمان صح؟ انت بتغشي بقى. لا ثانيه هدوقك حالا حالا. الله 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 الله، يا فارس يا جامد، يا فارس يا جامد، هيجيلك ذهول. شويه شوربه عقد ملهمش حل. ايوه حالا حالا حالا. اتفضلي. لا احلى ورد. خدي. انت خايفه من ايه؟ خلي بالك المريالة دي ما بتلبسش لاي حد. اشربي. هو انا هسمك؟ طب استني. لا لا لا، ده ثقة ولا قرف؟ لا ده ثقة. طب دوقي. مريالة عاملة شغل فعلا. ما انا قلت لك والله ما بتلبس لاي حد. انا ريحتي وحشه. ها انت ريحتك وحشه؟ نو واي طبعا، استحاله قوي. طب انا هجيب لك حاجه من هنا تغيري فيها بسرعه. اوكي اشربي شربتك بقى وغيري براحتك. انا هنزل اشوف شغلي وبشقر على المكان واجيلك بسرعه. اوكي اشربي الشوربه كلها كلها. هناك رجل غريب في غرفتكم؟ أنا نفسي أعرف أنت جايب اللمضة دي منين؟ لما كتفك دلوقتي ما تعرفيش تفكي خالص. على فكرة إحنا لو كناش قاعدين هنا كان زماني عملت لك سبمش. ريلي؟ متأكدة؟ آه. أي أي بابي بابي، أنت بتوجعني يا بابي. سوري أنا آسف. بس برضو I don't tap never. ما أنت بنت آسيا. لا انا بنت راجل. يعني بنت بارم ديلو؟ يعني بارم ديلو زي ايه يعني؟ ايه الحاجات البلدي اللي انت بتقولها دي؟ and you know ان انا مش هفهم حاجه فمش هعرف ارد عليك. it's not fair is it. بعدين هو مين الراجل الغريب اللي كان في اوضتك ده ولابس جلافز غريبه كده؟ ده تكنيشن جاي عشان يصلح الانترنت. حلو ده قشطه يا راجل. انت بتقولي قشطه على فكره دي بلدي. طب خدي اختك وروحي العب في الجنينه. حاضر. يلا دكتور. نعم. كنت عايز اشوف الهدوم اللي مدام لبستها بعد ما رجعت من الصحراء. انا ما كنتش صاحي عشان اشوف هي لابسه ايه. صح؟ أنا هنا اللي بشيل كل الناس يا بنت الناس. وأنت اللي قلت لي على سبحان مغير الأحوال. اللي يشوفك دلوقتي ما يشوفكيش قبل كده. أيوة أنت كنت جنبي وكنت بتكلمني. هو ده صوتك؟ بحر، اسمنا بحر.
تحط ماسك يا بحر. تعال اقعد جنبي، ريحته حلوه قوي. شوفي يا بنت الطيبين، انت جلدي غير جلود الناس اللي هنا. احنا ما نعرفش انت مين ولا جايه منين ولا ايه حكايتك، مش عايزين نعرف. بس مهما كان اللي انت هربانه منه، هيكون اهون واخف من اللي هنا. ليه؟ هو ايه اللي هنا؟ هنا دنيتك هتتغير، الشيطان هتغويك وتبلعك جواها، هتندهك. مين الشيطانة دي؟ نامي نامي مستريحي، وسكي الباب عليك وما تدخليش جنس مخلوق. الصبح لما تشم ريحة المسك تعرف ان انا جيت اخدك علشان امشيك من هنا. حلو بخر، خلي عين الحسود تغور. اضبط النور يا ابني. طفيات طفيات انت يا حليم، خف تراب شويه، دي تبقى مرايه. سيبك من الكنس دلوقتي، الاستاج مرايه. تلميع كده يا بابا، تلميع كده يا حليم. انت شايف نفسك؟ شايف نفسك حلو؟ يلا اشتغل يلا. كريستال يا حبيبي، كريستال يعني بيضرب. ايه ده؟ جابر اشتغل بزنبه. بندق امرني وفيه فارس. الشغل بره وجوه ده مش هيشيل عليا. انت بندق الشرب بقى اثناء الشغل ما ينفعش معايا، شكلك هو بزباله. حاضر يا مستر. كل يوم اقول لك بقى امك موصيك وامك وبتاع. لم نفسك، عايز تشرب كاس بعد الشغل. Thank you.
يا جو يا مساء البهلزة. قول يا جو، هي الفياجرا من جوه لونها ايه؟ ابيض يعني بتنصص. تمام يا سكر، العلبه دي تكفيك شهر، المهم تجيب نتيجه. ما تكفيش. ما تكفيش ليه؟ انت غول ولا ايه؟ ده هتكفي ونص. نص بس لا تموت مننا. يلا يا حبيبي ما تقفليش كده، تابع الناس. Hello, my old buddy. How's it going? Good, good. You lost weight or what? I'm just kidding. Can you please get the bag from the car? Thanks. What the hell is she? I'm here. What are you doing? What's the hell? I saw you from the back. Yes, Salim. تيجي تقعد معانا؟ مريانة جاية أشرب حاجة وأمشي. حاضر معاكي طبعا، ونلعب من الصبح وبيت لو عاوزة كمان. على فكرة مامي وستي مش موجودين الصبح. خبر أبيض. أنا عارف يا حبيبتي، شاية وجاية. أبوكي فين يا بت؟ أهو مالك. طب يلا اطلعوا أنت حاجة ألعب معاكم كمان شوية. يلا يلا. السلام عليكم حبيب قلبي. عامل إيه يا معلم؟ أخبارك إيه؟ تمام. قول لي بقى كده ونعمل كل حاجة من الأول عشان فاتني كتير. واضح مالك ده بقى يبقى صديقي وزي أخويا بالظبط. ظابط سيف. أهلا وسهلا. لا يا راجل، ده انا اعرف الراجل ده من زمان، انت هتفكرني بيه. بس انت في حاجه اتغيرت فيك، مش عارف، خسيت، صغرت، مش مفهوم هو ايه بصراحه. بس انت مش هتفتكرني، انا فاكرك كويس جدا. فرصه سعيده. انا اسعد حبيبي. دكتور راجي، انا هتابع معاك على التليفون، تمام؟ احتمال نحتاجك ناخد منك كلمتين، وبالمره زي ما اتفقنا اتوقع لي على اقرار التفتيش، من زي ما انت شايف انا مش جاي جاهز. والادله ممكن ما يبقاش ليها اي معنى لو عزت ده طلع له علاقه بالموضوع. تمام؟ اوكي. مش هتقول لي برضه ام عليك تعرفني منين؟ مش هتعرف تنام انت لغايه ما اقول لك. ها؟ والله غلط. انا قلت لك ان انت مش هتفتكرني. انا يا سيدي كنت بلعب هاندبول في نادي الجزيره، وانتوا كان ملعبكم ملعب الجودو اللي كان قصادنا الناحيه الثانيه، لو فاكر. ياه، الدنيا صغيره قوي. ايوه ايوه صح، افتكرتك. كنا بنيجي ساعات نلعب معاك وبعد التمرين بتاعنا. دول ما كانوش بيلعبوا خالص. لما كان في صحه كان غتيت جدا بصراحه، انا هقولها لك. من ناحيه لغتاتها فانا عارف مالك. لا يا راجل بجد، على فكره انت اللي خلعت لي كتفي. يا راجل سعيده. سعيده ايه؟ هتكلم معاك. تمام؟ ابو صحيح، كتف سعادتك عامل ايه دلوقتي؟ منور زي الفل، هو اللي بطلني هاندبول. يا راجل. مع السلامه. سلام. احسن. خلعت له كتفه بجد؟ لا خلعت له.